الموظفين. احتفي اليوم بطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة توفقوا في الحصول على الإجازة في مجال الاقتصاد والتدبير، وهي فرصة لتشجيعهم على مواصلة الطريق على المستوى الدراسي، ولكي نتمنى لهم التوفيق على مستوى الاندماج في وسطهم العائلي ووسط الاجتماعي والمهني. وكذلك هذه الفرصة سنحت لنا بالشكر كل من ساهم في مواكبة هؤلاء الطلبة وفي توفقهم في دراستهم، خاصة شكر الإداريين والأساتذة. طرحة كنسكر والدي لحقاش ما يعاونوني، وكنسكر الإطار التربوي والإطار ديال الأساسي اللي قراوني، حيت هما كانوا عاونوني بزاف، وكنسكر الإطار الإداري لحقاش هو عاونني بزاف وكانوا وقفوا معنا. وصراحة أنايا باقي عندي بزاف الحوايج بغيت نزيد القدام، باقي ندير بزاف ديال الحوايج، وباقي نحصل على الماستر. والناس كنصح بزاف ديال الشباب اللي زعما في لوكا ديالي انهم راه ماشي نهايه العالم، بالعكس حتى عندهم فرصه في المجتمع ديالنا اللي يقدروا يزيدوا فيها القدام ويقدروا يقراوا ويوصلوا الطموحات ديالهم. انا بغيت نشكر جميع الطاقم ديال الاداره من العميد حتى الاسيده، هو مشرفين على جميع يعني، وكنشكر والديا لهم يعني الفضل حتى وصلت وكملت حتى لهنايا رغم الإعاقة ورغم بزاف ديال المشاكل، فالحمد لله. إن شاء الله نقدر نكمل المنصة إن شاء الله يا ربي إلى كتاب. أنا فرحان بزاف وحيتاش وصلت لهذ المرحلة هذه، وفرحان بالإدارة حيتاش عاونونا بزاف وداروا مجهودهم كامل باش نوصلوا لهذا النيفو هذا. كنشكر والدي حيت من الصغر من كنت صغير هما كيحاولوا يعاونوني ويلقاو لي حل باش نكمل قرايتي وندير مستقبلي. ان شاء الله ناوي ندير دي بروجي ديالي، نكمل في الماستر، نسالي الماستر ندير دي بروجي ديالي، نلقى بعدا خدمه ومن بعد نشوف لي بروجي ديالي.